مناسبة عيد ميلادي أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم من منطقة العميدية البشير شو. عراقيين من شرم الشيخ أهلا بكم في البشير شو. مدينة سومي أوكرانيا زواج أخوي الغالي محمد العلواني أهلا بكم في البشير شو. شايف خير ومستاهل. اتحاد سبورتاج العراق في أطفال وشباب البيت العراقي الآمن أهلا بكم البشير شو. من كوكب 12 السومريين المفقودين أهلا بكم في البشير شو. نهور العراق أهلا بكم في مطار سومر قبل 5000 سنة أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم بالبشير شو. ميدان التحرير أهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم بشير شو. من البصره الفيحاء اهلا بكم بشير شو. من بغداد اهلا بكم بشير شو. لثوره الصداره البيضاء اهلا بكم في بشير شو. من بنجلور الهند اهلا بكم بشير شو. من غابات قصيبه داره الغابات والتصحر اهلا بكم بالبشير شو. من عز اليوم من مدينه كركوك اهلا بكم بالبشير شو. من داخل جزيره بغداد السياحيه فريق اف جي كروزر العراق اهلا بكم بالبشير شو. من ارض كربلاء المقدسه اهلا بكم بالبشير شو. فريق بيئتي حياتي اهلا بكم بالبشير شو. من النجف الاشرف اهلا بكم في بالبشير شو. اهلا بكم بالبشير شو. من فريق كمارة بغداد في نادي الفروسيه نحب نرحب بكم اهلا بكم بالبشير شو. حفل التخرج المركزي كليه فنون جميله اهلا بكم بالبشير. تربيه شنقل بانه اهلا بكم في بالبشير شو. من قاعه اعزاز الرئيس احمد حسين اهلا بكم بالبشير شو. بانوراما البحر الميت اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. من وادي ماط اهلا بكم في البشير شو. جامعه الموصل هندسه الاتصالات اهلا بكم في البشير شو. من السويد ستوكهولم البشير شو. من عمان كنيسه الراعي الصالح اهلا بكم البشير شو. من هملينا في فنلندا اهلا بكم شكرا يا معود شكرا. تقدرون تتواصلون ويانا يعني على العناوين الموجوده. ليش تتواصلون بعدين؟ برنامج راح يخلص. تقدرون تشوفون حلقات ايضا على قناه الدوتش فيلا ان ار تي يوم الجمعه الساعه 9:15 يعني بس هالحلقه. مثل ما تعرفون هاي الحلقه الاخيره بهاي الموسم، ف صراحة ما أدري شلون راح أفارقكم، ما أدري شلون راح أعوف الحلقات والتقديم، ما أدري شلون راح أكمل حياتي بدون ما واحد يقول لي بمكان ما تسخر من ولد بلدك روح سوي شيء مفيد. هو أنا اللي أعرف أسوي شيء مفيد كان قاعد تسخر. ما أدري شلون راح أتحمل بدون البرنامج، شلون راح أتحمل هذا الموقف الرهيب والحزين. ما مصدق راح نخلص ما حشوف اصدقائي واهلي. لا صدق يعني انا كلش مقهور راح اخلص الموسم، كلش 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 مقهور، وخاصه ولدي هنا جدا مقهورين، لان راح نروح نسافر ونتونس ونشوف شارع وناس وننصح ايش كم واحد بالملاهي اللي الى واهس نروح ننصح العالم. من يوم السبت انا فارغ نصيحه حتى الصباح الباكر. اما اذا كانت وحده كلش خارجه عن الطريق فرجاء اتصلوا بي انا مستعد انذر نفسي حتى ادليها على الطريق العدل. اما شو وقت راح نرجع ما ادري، مبدئيا ان شاء الله 2017. شو وقت 2017؟ مبدئيا بدايه السنه ان شاء الله. المهم
أنا متفائل جدا بالأيام الجاية إن شاء الله، إن شاء الله تكون أيام خير وسعادة على العراقيين. اليوم تلقى الشارع العراقي صدمة مروعة ومفاجئة من المحكمة الاتحادية، بالتأكيد تلقي على ظلالها السياسي والاقتصادي والأمني. صدمة مروعة ومفاجئة؟ شكو يعني؟ شنو أكثر شيء مفاجئ من لون القميص الأصفر والسترة الصفراء والأخضر اللي ما أدري منين طالع؟ عوف الظلال السياسي والاقتصادي حب يحكي منو ستالست مالتك أنت؟ بس دقيقة، أنا سمعت محكمة اتحادية. محكمة اتحادية؟ بابا؟ ايش صدمت الناس هالمرة بابا؟ شنو ممكن يصدمهم أكثر من جمالك؟ وقلبك الأبيض الشفاف اللي يتسع لجميع العراقيين. مدحت. شكو شنو شكو صدق؟ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يلغي قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. إلغاء الحكم الصادر بإلغاء المناصب يعني إعادة نواب رئيس الجمهورية مناصبهم، يعني من الساعة العاشرة صباحاً فخامة المالك وفخامة علاوة وفخامة المجازي نواب يعيدوا إلى الوظيفة كنواب رئيس الجمهورية. أول ما أبدي أقول لكم على الخير وعلى البركة، قرت عيونكم، ها عمامكم رجع، عمامكم رجعوا ما شاء الله. هاي رجعتوا ثلاثتكم مرة واحدة؟ زين رجعوهم واحد واحد حتى شوي نستوعب الصدمة. يعني مالكي ونجيفي وعلاوي ثقيلة يا أخي والله. وليش في الحلقة الأخيرة؟ انتظروا الموسم الجاي. موسم كامل كانت مسدودة سد الله وكخلف الله على كاظم فنجان حالها بالأخير. لا صدق صدق رجعوا البايات؟ زين واكو سؤال محيرني أنا و 36 مليون إنسان بالعراق و8 مليارات إنسان بالكرة الأرضية، هو ليش رئيس جمهورية العراق اللي ما عنده صلاحيات يحتاج ثلاث نواب؟ والصين الصين بها نائب واحد لرئيس الجمهورية. يعني شو يسوون يعني؟ فخامة رئيس الجمهورية باشر لقائك ويا أوباما، هو ديمقراطي في ألبس أزرق. نوري شنو رأيك؟ أخضر؟ لا سوري مو الرباط. أوف نوري، أسامة شنو رأيك بالأزرق؟ ليش مهم شيء الجوزي يا أخي؟ عود ليش أزرق يعني؟ أشو جوزي؟ أسكت أسامة أسكت أسكت أسكت. علاوي شنو رأيك بالأزرق؟ ها؟ يا رباط أنا ما أعرف. ليش ثلاثة؟ ليش؟ لربما يثير سائل أو يسأل سائل، هل نحن نحتاج إلى ثلاث نواب؟ نعم أنا أقول أننا لا نحتاج خصوصا في هذه الفترة. السيد معصوم شنو عنده صلاحيات حتى يقسمها على ثلاثة؟ سؤال. رئيس الجمهورية يقدر يسحب الثقة على رئيس الوزراء ويقدر يحل البرلمان ويحضر اجتماعات القمم ويسوي الأنواط ويحضر الاستعراضات العسكرية ويوافق على الإعدامات ويصادق على قرارات بموجب المادة 73 من الدستور، يصادق على القرارات اللي احنا نصدرها. ذن لو انا رئيس جمهورية كنا بيوم واحد اسويهن. حمى لحظة، هيا قناة احمد ملا طلال المرشح عن دولة القانون بالانتخابات الفاتت واللي كان يوميا يطلع بآفاق راح للشرقية وقام يتخيل روحه رئيس جمهورية. والدنيا زي المرقيحة يوم تحتوف. شنو نهاية الموسم؟ كل شيء فتحتها يا أخي، ليش هيك؟ المهم بس خلينا نكون واقعيين ما علينا. يعني فعلا مهام رئيس الجمهورية هواي، عندك مثلا يعني حضور الاستعراضات العسكرية، يعني واقف بالشمس وحارة ومناظر ريبة مالته ويرفع ايده حتى يسوي هيك. تعرف ايش كم كالوري يحرق بها رفعة الايد؟ يراد ثلاث نواب يلزمون ايده من مسوي هيك، وهذا النائب من يلزم ايد الرئيس يتعب، فيجي النائب الاخر يلزم ايد النائب اللي لازم ايد الرئيس.
بعدين يجي النائب الاخير يلزم ايد النائب، لازم ايد النائب، لازم ايد الرئيس، وهكذا. يجوز مثلا نحتاج اكثر من 3 نواب، يجوز مثلا 1400 تشين تصير هيك اللي ورا. بعدين عندك شغله الرئيس الاخوه هي الموافقه للادامات، هاي كلش التعب اخوان. يعني مثلا قاعد يجي معصوم نوري اعدم هذا لو لا؟ ها عموما هو بيش يطلع النائب علينا بالمفرد يعني جمله هم بس ما يخاف بالمفرد الواحد بيش يطلع علينا. كم تكلف الدولة عودة نائب واحد إلى منصبه فيما لو عاد بعد الفترة القادمة؟ يعني أنا أتذكر في موازنة 2016 يمكن في بدايتها عندما كان نواب رئيس وزراء، يعني شاهدنا أنه يعني مكتب نائب رئيس وزراء واحد كانت تكلفته تقريبا 25 مليار إذا مو أكثر. ها؟ 25 مليار دينار؟ 20 مليون دولار للنائب الواحد؟ زين احنا ماخذين 3 ما عليهم عرض يا اخي. 3 نواب و2 بوديغاردية وطيارة ب 18 يحسبونا الواحد يا اخي، دارونا. هاي سوريا يبيعون واحد ب 15 الله وكيل. ادري ابراهيموفيتش دروكبا. بس هو منطق صراحة يعني نائب رئيس جمهورية يحتاج يصرف، يعني يحتاج يحس بالرخاء. الراء مكانها. عندك علاوي حتى يحس بالرخاء يراد لك بنك المعلومات تجيب له. استاذ هذا شباك، هذا ضوء، هذا كرسي، فلما يسألوك هذا كرسي، هذا شنو؟ شباك؟ هذا كرسي. كرسي دور؟ عندك أسامة نجيفي عنده هواي سفرات التركية، يعني هو وضلع دوغه يعني. It's good. عندك المالكي. المالكي عنده آفاق، بس محمد الحمد يراد له 19 مليون دولار بالشهر. راح تسألني ليش محمد الحمد يراد له 19 مليون دولار بالشهر؟ أقول لك بس الحديقة مال مي مال برنامج أنا شفت دجلة. وإحنا مقبلين على حرب مياه، فخلاص موسمين بعد من برنامج السعد جفاف عندنا. بس ما تدري يا أخي، يجوز باكر عقبة هم نشوفه على الشرقية وتشوفني أنا على آفاق. كل شيء توقع بهالدنيا. والدنيا زي المرجح. يلا أعزائي النواب شدوا الهمة، راجعين إن شاء الله. أنتوا احكي لي، هاي صدق راح ترجعون؟ النجيفي سيرجع إلى منصبه لأنه هو قدم الطعن. أكد ائتلاف الوطنية أن رئيسه إياد علاوي يخضع حاليا لإجراء جراحي خارج العراق، وأشار إلى أنه لم يتسلم قرار المحكمة الاتحادية. أكد مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الأخير سيعود إلى منصبه، أن المالكي سيحصل على جميع مخصصاته ورواتبه وامتيازاته بأثر رجعي طيلة الفترة التي قضاها خارج المنصب منذ آب 2015. بأثر رجعي؟ زين بس لحظة، خلي علاوي ونجيفي بالله بس دقيقة سنجيهم. أخي أنت شنو حفارة؟ بلدوزر؟ الطرش اللي مينك اللي جوا الكباب؟ الكشمش اللي يلزق بالجدر ورا ما تغسله من البرياني؟ النوى مال عنب اللي ما تعرف شنو فائدته بالحياة بس تشلب بالسنون؟ حتى من تريد تزرع عنب ما تزرع عنباية، تزرع الفسيلة ما تزرع النوى. أنت البرنامج الصباحي مال القنوات العراقية اللي ما أعرف شنو أهله، فوق ما رجعوك انه بتريد فرق راتب مال الايام اللي ما مداوم بيها. يعني صح وماكو شغل تسويه اساسا بمنصبك الحالي نائب رئيس جمهورية، ليش الفلوس؟ هسه لو تختم لك ختم توقع لك توقيع تسوي لك جواز، حقك تاخذ 25 مليون دولار 20 مليون دولار تستاهلها. بس ليش يعني النخران الوحده ليش تطلع علينا هاي؟ بعدين اوكي اسامه اخي انت عايز ذبح نفسك على التعيين، اشتغل خاص، روح يا مردوغان مستشار شؤون العراق وهاي. اوكي هاي اصلا قاعد تشتغلها، سوري لا انا اسف. شوف لك شغله بيها حظ، مثلا روح حرر الموصل. سفل انت والله. اما انت حبيب علاوي تعال يا كتكوت، انت يا جعموس، انت اساسا ما تدري شيء. ال 20 مليون دولار ما راح توديهن، تروح تضيعهن ترى والله. بس قول لي انت هم تريد باثر رجع الرواتب؟ هؤلاء يعني وراءهم مبالغ مالية وأيضا مستحقات، ولا سيأخذوها بأثر رجعي لأن القرار كان خاطئ بحقهم. وفق. هاي كلكم بأثر رجعي؟ كلكم لقامة رواتب؟ زين لحظة، إيش معنى نواب رئيس الجمهورية رجعوهم ونواب العبادي ما رجعوهم؟ كيف فقير ما يحكي هذا الرجال يعني؟
رجعوا له نواب، شنو الفرق على رئيس جمهورية؟ هم يريد يستعرض عسكريين بنظارة. أمنيتي أشوف لك قرار يتنفذ، تسوي القرار منه يجي بابا يلوصق منه. سود عليه، مظلوم خطيه والله، مظلوم انت. هاي دوري مالك علاقه بهم، انساهم باشا. احكي لي هسه شنو قانونيه هذا القرار؟ صدق راح يصير، راح يرجعون؟ هذا القرار هو احس احنا ما لنا علاقه ان كان انه قرار سياسي او كذا، لكن ربما هذا سوي بابا يا عمو. استاذ طارق هنا 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 حبيبي، هنا 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 بقى عليه. سوي باي 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 يا معلم، على منو تسلم انت؟ ترى انت مو بطياره، انت على الهواء. شوف ذولاك، شوف ذولاك شو حلوين من فوق. يلا باي باي. استاذ طارق ركز يا معود، انت خبير قانوني، جاوبني برايك راح يرجعون ذولا؟ واذا ما رجعوا منو البديل؟ فقرار الحكم أنصب على إلغاء الكتاب دون أن يتطرق إلى إعادة أي من معالي المذكورين. شوف له لحضرتك، بل ترك أمر إعادتهم أو عدم إعادتهم لرئيس الجمهورية. قد رئيس الجمهورية جنابك يعيد واحد أو اثنين أو ثلاثة، وقد ما يعيدهم نهائيا، وأنا أرى كذلك. قد معالي الدكتور عبد اللطيف هميم ينتخب رئيس الجمهورية نائبا له ويعرض عن مجلس النواب. اوه معالي الدكتور العلامة عبودة. يعني صراحة صراحة يستاهلها، يعني بمواصفات شخص تحس، يعني تحس يعني شايف هذا الشخص اللي تحس بيه شغله بس ما تعرف شنو هي، بس هو اكو فد شيء معين بس ما اعرف شنو هو. هيك ماكو بالضبط، هو تحس رئيس جمهوريه مو بس نائب رئيس جمهوريه، يعني شخصيه لابس ابيض متسامح ما تفتهم عليه شيء من يحكي، وعنده قناتين فضائيه. مبروك مبروك، نشوفكم بعد الفاصل. بعدني حزين. اهلا بكم مره اخرى. بما انه راح نتوقف الفتره الجايه كم شهر، راح اغيب عنكم، واعرف هواي منكم تاثر وانقهر حاليا. بالمقابل اكو كم واحد فرح انه البرنامج راح يوقف بالفتره الجايه، وهم 1 2 3. فحتى اطمئن على مستقبل العراق بالفترة الجاية لازم أشوف أكو أمل للعراق. انتهاء داعش لا تعني انتهاء المؤامرة أو انتهاء الأزمة، إنما ستظهر علينا مؤامرات وتحديات جديدة. نستقرأ الواقع الحاضر مالتنا الآن، الجريمة الانحراف، أن الوضع في العراق سائر نحو الأسوأ، فإما التقسيم العراق أو الفوضى، السرقات، أين سيذهب البلد؟ بكل تأكيد سيذهب لا سامح الله إلى المجهول، القتل، الاغتصاب. الرقعة صغيرة والشق كبير، زين بس إحنا نسأل هذا الشق من اللي شقه ومن اللي كبره؟ يعني من يكون الشق كبير نخليه كبير، واللي يوميا يتوسع، وشنو اللي يخلي الشق يتوسع؟ عزة الشق كبير. انت قاعد تحشي على العراق، ليش ما تخلي النقد مالتك بناء استاذ ماجد؟ بس قاعد تنتقد بالعالم بعدين، ليش تعال، هو شنو اللي يخلي الشق يتوسع اصلا؟ اكيد كثرة اللعب بالشق فيجولك الشق، هو اذا ياهو جاي ولعب بالشق.
المالكي 8 سنين يلعب بالشق وبخشمي. قبله علاوي اصلا ما يدري بالشق وين. وجعفري كان رومانسي شوي شوي يعني. الى ان انفجر. اما حيدر العبادي عايفه للشق وحاير يدور له رقاع. لا المستقبل الله يستر منه، الله يستر منه. كالعاده الوضعيه تعبانه. بس خلينا نحاول نفترع الموضوع، يجي نحاول نطمئن على موضوع موضوع بالعراق بالايام الجايه، خاصه الفتره اللي راح اغيب عنها بيها سوري. هلا اريد اعرف الموصل شلون راح تكون معركه الموصل. The President Obama said the battle for Mosul will be hard, challenging and you need resources. You seem to make light of it. Well, I mean this is psychological war. So you're pretending it's going to be easy where in fact in your heart of hearts you know this could be the biggest battle, the bloodiest battle for your forces. I mean, there are two opposing things on us. A, I believe it's going to be easy. But in preparation, I have to assume it's very difficult. شوف بابا التلاعب بالألفاظ، هي easy بس difficult. احنا نعرف انه هي difficult يعني صعبة، بس نفترض انه easy. يعني هو هذا سر الطاقة الإيجابية، انك تحط براسك هاي الشغلة يجب انه هاي السهلة فتصير. أحمد الشقير يا أبو يسر سمعت كم يوم يسوي برنامج يسميه مخاطر. دكتور من إيزي إذا أخذتوها بسرعة. نعوف الموصل وخليني أطمئن على حكومتنا. التشكيلة الوزارية الجديدة الحالية الحالية اللي ما ظل منها بس النص والجناح، إيش حيصير بيها بالجديد؟ هناك إجماع داخل مجلس النواب العراقي على رفض وفشل سياسة وزير الخارجية السيد الجعفري، لأنه لم يقدم شيء ولم يستطع إيصال الصوت العراقي والمعاناة العراقي وماذا يعيش العراق من أزمات داخلية وخارجية. ونعتقد أن القناعة وعدم القناعة والإقالة متحققة مقدماً في السيد الجعفري، ولن نتوقف عن هذه بل سوف نقتطع جميع الأصوات. عزة إذا راح إبراهيم الجعفري شلون؟ حياتنا شنو بدون هيمة؟ زين إذا صار استجواب للجعفري شقد راح يطول هذا الاستجواب؟ يجي يسوون سليب أوفر لأنه بيجي مخدات وبيجاي من أول الناس لحد ما يملون، فيرجع وزير الخارجية ويدزون الخارج عم يخلصون منه. يعني تخيل استجواب، أول سؤال ما سبب زيارتك لأمريكا؟ من أين أبدأ؟ عندما جاءوا الأمريكان ووجدوا الهنود الحمر اكتشفوا تمحور الحياة حول الدائرية الموجودة في كاد المدريس. One hour later. فالجوهر في مغزى الدولة هو أنك تتمنطق حول أمور معينة. Two hours later. فالديناصور عندما كان حي يولد في العراء ولكنه لا يبيض أيضا. هناك أقاويل تقول أن الديناصور كان يبيض في العراء ومصر والشام، ولكن لا أعتقد هذا الموضوع. وأرخميدس وقاعدتي كان يتحدث عن هذا الموضوع. ففي سنة استاذ كافي، خلصت الانتخابات، تشكيلة جديدة للتوازيرها، مبروك حبيبي، ارجع ارجع اخذوا له رحلة حول العالم هدية ومن عدها دزوا لبناء الفضاء One way. زين الجعفري إذا طار وزير دفاع ماكو، وزير خارجية ماكو، وزير مالية ماكو، ويقول لك وزير الدراع الدراع منه الزراعة الدرب زراعة والله وزير الزراعة الدرب. إذا ظل أبو يسر وحده شلون خطيئ، هم ناويين يبدلوه، وإذا بدلوه من يجيبون مكانه؟ ليش ما نقدم دكتور حنان فتلاوي كرئيس وزراء يقبلون التحالف الوطني؟ العبادي ليس يعني ليس هو الشخص الذي تريده إيران. إيران من تريد؟ يعني إيران تريد أحد، قصدي تختار، ما تختار العبادي، تختار شخص آخر أكيد. من ستختار مثلا؟ ما أعرف، لازم نسألها لها، بس أكيد مو العبادي. أبو مهدي المهندس لو هذا العامري؟ بصراحة أعتقد أن أبو مهدي المهندس ليس طامح لمنصب سياسي. لمنصب سياسي. بس هذا العامري ممكن. أعتقد هذا العامري أقرب على إيران بكثير من من العبادي 100%. شنو؟ شنو قصدك هذا العامري طامح؟ ها؟
حبيبي تاج راسي هذه تجي اليمة ويتفرها وترجع تجي اليمة ويتفرها ويرجع يتفرها مرتله ويضغطون عليه فيضطر يقبل. مثل ما ضغطوا عليه من كان مرشح وزارة الدفاع يا أخي، ومثل ما ضغطوا عليه من صار وزير نقل، وبكتها ابن عصب رجع الطائرة من لبنان كان مضغوط. بعدين هو حارب منصب الرجال عنده شغل ولا حماية أعراض. تدري ايش قد اكو أعراض مطشرة عندنا؟ هاي عبالك هيك سهلة تجي؟ هذا واحد خبرة، هذا عرضه عرفه اجي ألمه. بعدين شنو هالطائفية؟ ليش بس ابو مهدي وهادي مرشحين؟ ليش ما تخلون قيس وياهم؟ شنو فرق عنهم؟ او تحطوهم ثلاثتهم رؤساء وزراء، واحد يجي يصيرون ثلاثة هم يحكمون سوء عادي. ايش معنى نواب الرئيس ثلاثة؟ سوهم ذولا ثلاثة عادي، هادي وابو مهدي وقيس، بالانجليزي اتش اي كيو هاك. زار حتى بالاخبار احلى يا اخي، زار السيد هاك رئيس الجمهوريه وثلاثه. اما اذا صارت حنان الفتلاوي رئيس الوزراء هاي تقعد تاخذ السبعه بسبعه باثر رجعي. انت المفروض ميت من 2006 لانك سبعه انكتله وبعدك انت ما ميت. الحمد لله اطمئنيت على رئاسه الوزراء، يعني حاليا احنا مثل امريكا لو هيلاري لو ترامب. احنا بايدي امين يا شباب، اطمئنوا اطمئنوا. زين خلينا نطمئن على مجلس النواب، راح يظلون بخير بالايام الجايه خطيه. كشف مصدر مطلع ان مجلس النواب سلم اعضائه 40 مليون دينار كفروقات مالية عن استقطاعات رواتبهم التي تم العمل بها في وقت سابق. المصدر قال إن تلك المبالغ هي فروق مالية عن الاستقطاعات التي أقرها البرلمان في وقت سابق بعد إجراء الإصلاحات الحكومية. 40 مليون دينار للنائب الواحد، يعني 40 في 328 13 مليار تقريبا، يعني 10 مليون دولار، ويا 60 مليون من النواب الثلاثة هاي 70 مليون دولار بالعافية. يستاهل السيد رعد فارس الماس وعلي محمد أوكي خلص الموسم مرد أقول اسمه داكتر يا أخي. والأستاذ عبد العزيز عبد نور عوض الظالمي راح يستلمون 40 مليون واحد. شباب هاي الصورة صحيحة؟ لحظة شباب بعد ما بلشنا برنامج من قبضة العدالة. الأستاذ نائب عندنا. أوكي أنا عبالي أحد المطلوبين، آسف. آسف أستاذ. تستاهل أستاذ عبد العزيز، أنت عزيز تستاهل 40 يا أخي فدوة. وشنو يعني إحنا؟ شنو يعني إحنا نحفة من الدول كلها حتى نعطي فلوس للنواب؟ يستاهلون يا أخي. يعني أستاذ عبد العزيز مثلا ايش قد يراد له حتى يصرف على الحلاقة مالته؟ عبالك صفر. كل شنو يسوي؟ محدد بيش جاي بلادي محدد. المهم بمناسبة المليارات قاعد تطافر من نا ومن نا والملايين، ميزانيتنا الجديدة شلون راح تكون ما دام دنوزع سبعينات الملايين؟ احنا هيك مرتاحين يعني ودنبذر هالفلوس؟ نتخطى حاجز 100 تريليون دينار عراقي، يعني صاعد نازل يعني في بعض الأرقام البسيطة. موازنة العراق للعام المقبل تواجه شبح العجز في ظل استمرار العمليات العسكرية بمقابل استمرار هبوط أسعار النفط عالميا وسط تحركات حكومية لوضع حلول للموضوع تتمثل بالاقتراض داخليا وخارجيا. تحديات جديدة تواجه موازنة العام 2017 والمتمثلة بالعجز المالي الذي يقدر ب 30 تريليون دينار. التقديرات الحكومية الأولية تشير إلى وجود عجز مالي يقدر ب 30 تريليون دينار في موازنة العام المقبل. لا إله إلا الله. وبعدين ويا هالبلد هم راح نتداين؟ ايش قصرنا مطلوبين يا أخي؟ النوب حتى الشق توسع. شلون نوفي العالم؟ حتى الشق واسع يعني ما تقدر تسوي بيه شيء. يعني حتى لو إن الداين هم نوفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يمكن حتى جمهورية الكونغو تطلبنا هسه. خو جعفري مو وزير خارجية، وزير دين صار، هو أصلا حاطيه بهذا المكان على مدمن يروح الداين رأسا يضوجون يقولوا طوب بس خلي يروح هذا. ونفترض الجعفري بعد ما يقدر يدبر لنا فلوس، اندز النائب عبد العزيز الظالمي مثلا للبنك الدولي. افتح القاصة. استاذ التناب احنا جايين للداين
ها اوكي صح اي نسيت انا نائب البنك الدولي صح صح اسف اعطونا فلوس يلا طلع فلوس راح يجيب فلوس كلها والله ويجي بس انتوا عبالكم ليش احنا داين هالقد عبالكم هذا الموضوع هيجي هاي خطه بس العالم ما حد يعرف بيه اللي هي احنا نظل نداين لحد ما ينسون هم ايش قد مداينين فمن يجون يقولون احنا نطلبكم 100 لا والله اقمع جهالي اذا 100 انتم داينين 10 هذا الدفتر مسجل بيه كل شيء والله ديون وفضول وفصول وهاي مال فواتح كلها موجوده هذول خطايا زواج صدقون يلا نحاول الشغله الاخرى نطمئن عليها الحماوه بالبلد الحماوه راح تظل بايادي امينه قبل فتره اتصل بي شخص ظاهر يعمل في مخابرات احدى الدول الاوروبيه قال لي اكو مبلغ مسجل باسمك 51 مليار دولار وهذول يقولون خلي يجي او يودي واحد حتى نسوي تسويه قلت له منه قال انا فلان ابن فلان انا اخو شهيد عراقي قلت له انت جاد لو تمزح قال لا والله جاد قلت له تعاقل لو مجنون قال لا والله عاقل قلت له ابويا 51 مليار شنو هذه خصمات الدولة العراقية من زمن صدام قال لا إلك هسه بجديد هذا فلوس إلك قلت له زين أنا ما أريد هاي الفلوس متنازل عنها إلك وإلهم خلي يأخذوها قل لهم مبارك عليكم مثبتة باسمك مثبتة باسمك أتنازل تدون كتاب تنازل أعطيكم كتاب تنازل إلها لا كذب المخابرات اللي يشتغل بيها هي مصنعة هذا الخبر خبرك واحد عراقي بمخابرات دولية أجنبية وأخو شهيد وما تعرفه ده ينطيك 51 مليار ورفضت شنو هالكذب هذا منين جاب رقمك أبو إسراء القصة مالته كلش منطقية بس ناقصها تنين ويوفو وكائنات فضائية تطير من العراق قبل 5000 سنة صح موجودة سوري آسف وستيفن سبيلبرغ يطلع فيلم يخبل تعرف شو يسميه 51 شيدز اوف نوري ليش رفضت ال 51 مليون قبل عندك اكثر من هذا المبلغ فعندك ال 51 مليون عادي ايه الو نوري عندك 51 مليون قال لي لك 51 وين احطها هاي 51 انا متاكد هاي كاميرا خفيه واحد من جماعتي الشاقه وياك فلا تصدق كل شيء واحد يقول لك عليه ترى 51 مليون تقول 51 الف يا اخي سيأتينا يوم عصيب يعني ما لا راح نفرح احنا راح نحرر الموصل وراح نحرر الصين وراح نحرر كمبوديا كل ذني اكو اقوى من هنجاي احنا مقبلين على زلزال مرعب اعوذ بالله زلزال يعني عجز وداعش وشق كبير وثلاث نواب رجعوهم وعبد العزيز الظالمي والبلد صاير سفرده تركيا تدخل منا وايران تدخل منا والنوب زلزال ناقص بس يجينا زومبي اوكي اكو صوره منا بس ما دبوا عليها ما دبوا على اصل مشكله برنامج خليه يطلع خليه يطلع زين نعوف العراق نعوف العراق لانه يعني انا يست من عنده خلاص ما ليوصل كلش خلينا اطمئن على الاقل على الكره الارضيه كلها يعني بالفترة الجاية أكو أمل إن شاء الله اليوم العالم كله يشهد حرب عالمية ثالثة جديدة فعلا ما زالت يعني في احتمالية الحرب العالمية الثالثة؟ ما الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل بدخول داعش المنطقة يعني احتمال كبير مش قليل يصل إلى 70% احتمال يصل إلى 70% الكرة الأرضية ستشهد حرب عالمية ثالثة يقول كيسنجر إن ما يجري حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة إخوان الإجراء معروف بالحروب العالمية سرداب معلبات أكل كلينس فازلين إذا صارت حرب عالمية إحنا شو نسوي هم نحارب
لو هي الحرب اساسا راح تصير يمنا، اذا يمنا نسوي دخوليه هالمره. روسيا امريكا بالموصل، سوريا وتركيا ملعب مع الطوب مال فرق شعبيه، افتح ساحه حبيبي. لا اله الا الله. وبهيك نكون وصلنا لنهايه الموسم هذا من البشير شو، نهايه العالم همات. وان شاء الله نشوفكم بحياه اجمل، خليكم ويانا. اجتني اللحظة اللي راح تخلص بها آخر حلقة من البشير شو. صار لنا 3 مواسم بالبرنامج، اشتغلنا وضحكنا وانقهرنا وبكينا وتعبنا وسهرنا سوا، أسرة واحدة، عائلة غريبة جدا، ما عايش هيك طريقة شغل سابقا أنا أبد، هاي أول مرة، لدرجة اللي يشتغلون سوا وأنا من ضمنهم صاروا حقيقة ما لهم إلا بعض. اسمحوا لي أحكي لكم عن البرنامج حتى تشوفون هال 42 دقيقة اللي تطلع بالتلفزيون بالحلقة الوحدة يشتغلون بها أكثر من 20 شخص. خليني أحكيكم على الفريق شوي ونبلش من الأقسام. فريق الريسيرش أو البحث، وهم الشباب اللي يتفرجون قنوات ويدورون القفشات ويربطون فيديوهات، وكل واحد منهم إلى قصة. علاء مدير قسم الريسيرش وهم ممثل بالبرنامج. علاء وضحكته اللي ما تفارقه هي اللي ناطية فريق الهمة والقوة والاستمرارية، وصراحة أحكيها لو ما علاء ما أدري شلون كان صار البرنامج. عامر هادئ شاغول، تقدرون تقولون الحقنة مع البرنامج، بس صراحة ضرباته بالفيديوهات مخيفة. اشتغل ويانا وخلال شهر صار من أهم الباحثين بالبرنامج. رباح، هذا رباح ما يشتغل بس ريسيرش، يشتغل أكثر من شغلة. ريسيرش تقريبا هو المسؤول عن تصليح كل شيء، لو ما هو كان هواي أمور تخربطت بالبرنامج. أخوي الكبير اللي ما أنسى وقفاته. حمزة صغيرون البرنامج وأكثر واحد يكتب بالحاسب، كل شيء يحب شغله، مخلص إلى درجة هائلة، ياما وياما بايت أيام بالمكتب بس حتى يطلع شغل قوي. شهد، لو تدرون شنو شهد، اللي ناطيه جمال للريسيرش كله، اللي ناطيه الروحيه للكل، اكثر وحده ترزنا بعد شهر راح تجيب لنا بنوته، منتظرين كنا على حر من الجمر، واقول بنتها من هسه الله يكون بعونك خوالك راح يخبلوك. اروى ما تقبل تطلع طبعا، بس اكثر وحده ملتزمه بتوقيت الدخول للمكتب والخروج منه، تجي الساعه 9 وتطلع الساعه 4 الا ربع الا ثلث ما تصير. قدوس اكثر واحد ينام بالبرنامج بس شغله قفشات، هواية ورطنا في فيديوهات بس تطلع حلوة صراحة. واللي الناس ما تعرف انه قدوس جاي حسب المحسوبية لان هو اخو حكم. نجي لقسم الجرافيك والصور، هاي اختصاص حكم اللي هو يسوي الصور فوتوشوب، بس مشكلته حكم يعرف كل شيء، اسأله على اسماء الصينيين واحد واحد يقول لك اعرفهم كلهم، عايش وياهم انا اصلا. المونتاج اسامة، هو مونتير البرنامج بس بنفس الوقت ممثل، اوفر كلش بالحياة، عايش دور كلية الفنون المسرحيات الجادة حتى على عزيمة الغداء، ما تدري منين تطفر لك كلمة السماء الزرقاء. السوشيال ميديا، يعني عمر كان بالبداية كلش مكروه الولد، بس بعدين صار حباب وقمنا يعني نتقبله. عنده استعداد يبقى شهر ما شايفه له بس حتى تطلع الحلقة. مدمن مال شغل. مصطفى الضيعة القادة يتفرج أفلام، طموح بشكل غريب هالولد، متفاني بالشغل ويحب زملائه، ومن أحسن ممثلين بالبشير شو، قلبه طيب كلش، وآخر يوم عزمنا على تبسي وكبة، شكرا مصطفى على التبسي والكبة. هسا نجي لفريق الكتابة. حكم، هذا الولد متفاني بشكل غريب بالشغل، هو المحفز الأول لنا بالكتابة بتحضير الحلقة، ودائما نريد الحلقة تخلص بسرعة حتى يسلمها ويبلش بحلقة وراها، وما تطلع الحلقة إلا من جو أيدة، إلا يسلمها ويفنشها ويكملها يلا يطلع. شوان أو ما يعرف بشوان الخبل، أكثر واحد حرك بالبرنامج، قبل لا يجي المكتب هادئ، وبس يدخل شوان تصير هوسة وضحك وصياح، ضحكته ما تفارق وجهه نهائيا، واحد من المؤثرين كلش بالبرنامج. حمدي اللي هو اسمه أحمد، تباوع عليه تحسه فقير ما له علاقة بشي ومسكين خطية، بس هو بالعكس كاتب نكات مخيف وحشاش بشكل مميز ومدمن من برشلونة وهم خبل. نروح للتصوير، رمزي الدي او بي مال البرنامج، يعني المصور أو المخرج المنفذ أو الكرياتيف دايركتر، وصراحة شغله ما عليه غبار، بس هو يحب هالكلمة فراح أقول لها شكرا رمزي لأنك ياما ياما بتت وسهرت وتعبت حتى تطلع لنا أحلى صورة ممكن تطلع برنامج، حقيقة ما أعرف شلون أشكرك. جونيور اللي اسمه محمد ومرات مبارك، ونصح له جونيور، مساعد الدي أو بي الضيعة القاب الجيم، هم من اللي عندهم استعداد يباتون بالمكتب حتى يطمئن على حلقات، صراحة كل الشباب عندهم استعداد يباتون حتى يطمئنوا على حلقات. محمد المصري أحسن واحد يسوي قهوة بالعالم، يا أخي هالولد موهوب من الله، القهوة مالته غريبة، لو ما محمد كان متنا صراحة من الجوع من العطش، شكرا محمد. أما اللي كان يشتغلون سابقا
فما أعرف شلون أشكرهم، بس أتمنى نرجع نشتغل مرة أخرى. حقيقة مكانكم خالي ومشتاق لكم، مهما صارت من خلافات بيناتنا أو مهما صار من مشاكل بالشغل أو مهما صارت من ظروف جبرتكم على أنه تعوفونا، فأنا أتمنى ترجع الأيام وأتمنى مرت الأخت تفتر الأيام ونشتغل مرة أخرى. واللي هم ياسر، فراس، يحيى، فيصل، نسيم، علي، فداء، ديمة، فاطمة، ريم، زاك، وهواية أسماء ما تحضر، والله يوفقكم ويلا جدكم. وخلف هذا الشغل كله ما أنسى دور حسام، حسام البروديوسر مال البرنامج، واللي كان له دور كبير بأنه البرنامج وصل لهذا المستوى. شكرا حسام. اليوم ويا آخر حلقة من البرنامج حسيت بفراق غريب. المفروض نكمل موسم لاخ إن شاء الله بسرعة، بس ما أعرف شنو الظروف راح يخلونا نكمل لو وصلت حدها عندهم. وعموما إذا ما قدرنا نكمل، فأتمنى الرسائل اللي كانت البرنامج وصلت لكل مشاهد. بالنسبة اللي كانوا يتهمون إنه إحنا مدفوعين من دولة معينة، إحنا فعلًا كنا مدفوعين، بس العراق كان دافعنا. العراق اللي يهمنا ربما أكثر حتى من رواحنا، ولهذا خاطرنا وتنازلنا وتأذينا ودفعنا ثمن غالي. عسى ولعل أن نكون بريق أمل للشباب أن يغيرون نحو الأحسن ونحو الدولة المدنية اللي كنا نطمح لها. أتمنى أشوفكم إن شاء الله بموسم جاي أو ببرنامج جديد. أتمنى. عدكم العافية.